اوف 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 يا اخوي، تعبان تعبان تعبان، الشغل ما يخلص والله، الشغل ما يخلص. على استكان الجاي اتصبر بيها نص. والله تذكرت، ليش ما دق لطارق اخوي وصاحبي خليه يجي يسهر عندي، وهم نتسلى شوي. وين التليفون حطيته؟ ادق له اخابره. يا اخوي وين التليفون يا اخويا؟ ليك وين؟ تمام. لك نسيت رقمه يا زلمه. 1 5 7. ها تذكرت. طارق حبيب قلبي، شخبارك شعلومك؟ الحمد لله الحمد لله، مشتاق لك. شو قاعد تساوي؟ قوم تعال لعندي، عازمك على احلى سهرة بالبيت. ايه تبشر، اجيك تبشر. والله مشتاق لك كثير حبيبي يا ابو ثريل. خلينا نروح نصلي المغرب ونيجي نسهر عندي في البيت. يا بعد قلبي اجيك ونروح نصلي المغرب سوية. تسلم حبيب قلبي يا ابو ثريل. الله يسعدك يا بعد قلبي حبيبي، الله يسعدك عراسي حبيبي عراسي، الله يسعدك. ناظرك يا حبيبي القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي سلام 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 سلام. الله معك الله معك الله معك الله معك. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. يا حمد حط الدولة على النار، جاينا ضيف. يا رب نقوم نتوضا احسن شيء. إذا والله ملل، إيش داي أسوي؟ أحسن شيء أدق لطارق أطنبره بشي سهرة هلا أرجيلة ينعى على الطبقة. يا عمري أنا بدي أشغل أغنية دقيت لي، إيش بدك الله؟ شدك من خيدي؟ الو الو، اهلين ابو طريق، لك شلونك يا غالي؟ الو ابو طريق، كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. ابو شريك قوم تعال عندي، عازمك على سهره. ايش عزيمه؟ ارجيلي ايش بدك معلم؟ ايش بدك؟ كله موجود. عرض اختك؟ انت بس تعال. ماشي. انو ساعة يعني على الساعة 5 بتكون عندي، تمام؟ مناسب؟ على 5. حلو الساعة 5 ما عندي شي انا. ايه ماشي، روحي خلاص الساعة 5 بجي انا. ماشي ابو شريك، هيك ما تواخذني يعني، بس انه بدك تعدي شي على الدكان انت وجاي ولا لا؟ ايه بدي اعدي على السمان، ايش لازمك؟ روحي. بس ابو شريك ليك قال لك بس جيب لنا معسل، هذا ايش اسمه كان؟ كرك الطه، هذا كثير طيب، جيب لنا اياه من عند هذا السمان السوري اللي بتعرف اللي تحت بيتك، جنبه في واحد كمان معسل بيبيع معسل والقصص، جيب لنا معسل. عشي؟
هالشيء مقدور عليها ماشي. بدك شو غيره؟ طب شريك بربك جيب لنا بس هيك قنينة كولاي هيك ام لترين ونص. كولا؟ ماشي تكرم. وغيره؟ وجيب بزر وهيك يعني. او لا بلا بلا كولا جيب ريد بول. بلا كولا جيب ريد بول؟ ايه ايه ريد بول اثنين شيخ على الكيف معلم. مش اجل جنب الارجيله طيب. مش عاد مشي رب. اهم شيء ابو شريك بتجيب لي المبرومه. يا يمه شهيتني عليها هلا شو اسوي؟ ابوي ايش رايك اجيب لك الحلوين كلهم عندك كمان؟ مبرومه يخرب ديارك كيلو المبرومه ب 500 ورقه يعني كل شيء اللي بجيبي عشان ورقه بطلع. يلا يلا نترك بسرعه لا تطول. دير بالك تقلي مالك جاي ها؟ انا اللي عازمك على حسابي. ما بقى اجي. بطلت تجي؟ هلا عم اجي. ماني جاي. ماني جاي ماني جاي. اخي ماني جاي جعلنا الله ما بدي. الله غناني عن هالجاية ما بدي. روح زي واحد غيري. لك لا لا والله عم بمزح معك يا زلمة. إذا مزح معلش خلص بجي. عم بمزح معك؟ ايه ماشي روحي خلص بيجي زلمه. ايوه ماشي يا ابو شريك يلا. ماشي جاي سلام. يبعث لك حد في سلام. باي باي. شحاد ومشير دريت بول عارفين طعم التمو كمان. وعلي هو دالي. طمرنا هلا بسهره ارجيله وعلي وحلو. ارجع اكمل نومتي لبين ما يجي. سلام حبايبي يا جماعة الخير. اذا عجبكم هيك فكر اكتبوا لي بالتعليقات عشان استمر بهيك فكر. والفيديو هاد في له جزء تاني انتظروه يا جماعة الخير. الجزء التاني واو 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 يعني شوفوا هذا شقد كوميدي وحلو. لسه الجزء التاني احلى فانتظروني. ما بعرف امتى رح نزل طبعا رح اخبركم بستوري على حساب الانستغرام. اللي مو متابعني على حساب الانستغرام يتابعني حسابي رح احط لكم اياه بالوصف. بحبكم كتير وشجعونا بلايك لازم هذا الفيديو يوصل يعني خلاص 2000 لايك 3000 لايك مهم وصلنا يعني لاكبر عدد يا جماعة الخير. وبحبكم كتير و I love you. بحبكم كتير. كان معكم طارق أرجون. إلى اللقاء. باي باي. تابعوني انستغرام. أوكي باي.